يعني للأسف ما تزال توجيهات الحكومة والبنك المركزي يعني لم تضع اليد على الجرح، يعني لم تساهم في حل القضية الأساسية. القضية الأساسية هي كمية الحوالات التي يجريها السوق الموازي باتجاه إيران، هذه الحوالات الناتجة عن الاستيرادات العراقية اللي نتوقع معدلها يكون بحدود 30 مليون دولار، لم يناقشها البنك المركزي ولا الحكومة، ولم يجد أي حل، ولم ينتبه لمثل هذه المواضيع أو يحاول أن يغطي هذه المواضيع وأن يجد لها حلا مناسبا. هذه الحوالات اليومية التي تقدر ب 30 إلى 40 مليون دولار هي الجزء الأكبر من الضغوطات التي يعني يواجهها السوق الحالية، تواجه السوق الحالية هذه الضغوطات. بالتالي إذا يصعد دائما نشاهد أنه يصعد أسعار الصرف نتيجة هذه الضغوطات. الحديث عن مسائل أخرى ممكن تكون مؤثرة، يعني الحديث عن تجارة المواد الممنوعة أو تجارة المواد اللي هي بدأت تدخل عن طريق المنصة وتجري حوالاتها بطريقة أخرى نتيجة يعني عدم التزامهم بالضريبة وغيرها من القضايا، أو قضايا تسهيلات التجار، هي كلها جزئيات ممكن تكون مؤثرة لكن بنسب محدودة. أما الحوالات الخارجة لإيران قد تمثل 20% من مجمل الحوالات، واللي احنا نقدرها بحوالي 40 او 30 الى 40 مليون دولار يوميا، بمعدل سنوي 10 مليار دولار سنويا. اذا عفتوا هذا الموضوع، ما حليتوا هذا الموضوع، راح تبقى المشكله قائمه وما ممكن الحل، وكل المحاولات الاخرى يعني ما راح تجيب نتيجه، وتجيب مثل ما تقول نتائج هامشيه، نتائج نسبيه محدوده، الا اذا وصلنا الى موضوع حل هذه القضيه بشكل مجمل. نعم نعم وجد